السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شعورة كانت في بعض المرات كان حسدك، كنت منها نطيح تحتك لما بعدها نوضى كيفك عيشة مدودة وما عرفاش طاري برا. رياض ماتوا ورياض طاحوا وشعوب هاربة وشعوب واقفة وانتي هامدة بلاصتك، ما يزعزعكتو ما يهمك حال نمسارية وسالي ونمسارية خليتيها لمواليها وسامحتي فيها بوك وخفال عبد اللي مالك في المنام ومن بعد الحمقى بوك حالته ما تعجبش ايوا يعاود الراس ولا كان باقي عنده شي راس بوك قبرو ديها قليل ايوا وسعو ويزيد في عرضو متتبعي قناتي الشاملة، مرحبا بكم في حلقة خاصة عن الممثلة المغربية المرحومة فاطمة الركراكي رحمها الله والتي غادرتنا إلى دار البقاء. ستتناول الحلقة بكل إيجاز نبذة عن مسيرتها الفنية منذ انطلاقتها الأولى وأعمالها الدرامية المسرحية والإذاعية والتلفزية والسينمائية. فعن عمر تجاوز بأشهر قليلة 80 سنة، توفيت صباح الاثنين 2 أغسطس 2021 بمنزلها بمدينة سلا الممثلة المغربية القديرة فاطمة الركراكي، وذلك بعد معاناة مع المرض لم ينفع معها علاج. ولتسليط بعض الأضواء على مسيرتها الفنية الطويلة نورد ما كتبه الناقد والصحافي السينمائي أحمد سجل مسي عنها في الجزء الثاني من سلسلته التوثيقية وجوه من المغرب السينمائي 2019 والذي نقلته جريدة الحركة الورقية. تعتبر القيدومة فاطمة الركراكي التي حظيت بعدة تكريمات رائدة من رائدات التشخيص بالمغرب، فقد تجاوز عمر تجربتها الفنية 6 عقود من العطاء المتواصل في مجالات المسرح والإذاعة والسينما والتلفزيون. كان دخولها الأولي إلى عوالم المسرح بالصدفة، وذلك بفضل المصور والممثل المسرحي عبد القادر بن سليمان الذي اكتشفها واقترح عليها الانضمام إلى فرقة التجديد المسرحي 1957، وهي الفرقة التي كان من بين أعضائها آنذاك العربي الضغمي وعبد القادر بن سليمان وآخرين. ومن المعروف وقت ذاك أن عدد الممثلات المغربيات كان محسوبا على رؤوس أصابع اليد الواحدة بفعل الطابع المحافظ جدا للأسر المغربية التي كانت تمنع بناتها من ممارسة التمثيل على خشبات المسرح. ومن بين الممثلات اللواتي سبقنا الركراكي إلى التشخيص المسرحي والإذاعي والسينمائي نذكر بشكل خاص الرائدات خديجة جمال وحبيب المذكوري وأمينة راشد. لم يمر وقت طويل على فاطمة لكي تندمج مع أعضاء فرقة التجديد وتكتشف أن لها قدرات تشخيصية في حاجة إلى صقل ومزيد من التمرن. وبعد أن تمكن منها عشق أبي الفنون وهي لم تكمل بعد عقدها الثاني، شاركت في مباراة نظمتها وزارة الشبيبة والرياضة لاختيار ممثلين وممثلات بغية تكوين فرقة للتمثيل. نجحت الركراكي في الاختبار، وبعد مجموعة من التدريب شاركت في مسرحية أميل شاء التي يمكن اعتبارها بمثابة الانطلاقة الفعلية والحقيقية لمسيرتها في التشخيص. اكتشفت فاطمة الركراكي المغرب بمدنه وقراه، كما اكتشفت العديد من الدول الأوروبية والعربية وغيرها من خلال جولات فرقة التمثيل
المسرحية التي الداخل والخارج. وبعد توقف هذه الفرقة التحقت بفرقة المعمورة الشهيرة، وكان أول دور لها معها في مسرحية أهل الكهف لتوفيق الحكيم، وتلت أدوار أخرى إلى جانب ممثلين ومخرجين كبار من عيار طيب صديقي وأحمد طيب العلاج ومحمد سعيد عفيفي وآخرين. لم تعمر فرقة المعمورة طويلا رغم نجاح مسرحيتها، وبعد تفككها وتشتت أعضائها التحقت الراغي سنة 1975 بفرقة مسرح محمد الخامس بالرباط مسقط رأسها يوم 14 فبراير 1941، واحتكت بممثلين وممثلات من عيار محمد الجم وملك العماري والهاشمي بن عمار ونزار الجراجي وعزيز موهوب وغيره. إن هذا الحضور المسرحي المستمر كان يوازيه حضور لا يقل أهمية في أعمال إذاعية مع فرقة التمثيل التي كان يشرف عليها رائد المسرح الإذاعي بالمغرب الأستاذ عبد الله شقرون. وفي أعمال تلفزيونية نذكر منها في السنوات الأخيرة أفلام آخر طلقة سنة 1995 للراحل عبد الرحمن مولين، وأمواج البر 2001 لمحمد إسماعيل، وللأزواج فقط سنة 2008، ويما سنة 2013 للحسن بن جلون. فازت فيه فاطمة الركراكي بجائزة أفضل ممثلة بالدورة الثانية لمهرجان مكناس للفيلم التلفزيوني، والسلسلة التلفزيونية الفرنسية البلجيكية أرض النور للمخرج الفرنسي من أصل أوكراني ستيفان كورك. أما السينما فكان لفاطمة الركراكي أول لقاء معها سنة 1960 من خلال تشخيص دور البطولة إلى جانب الطيب صديقي في الفيلم القصير من أجل لقمة عيش من إخراج الرائد العربي بناني. وبعده ببضع سنوات شاركت إلى جانب المسرحي الراحل الدكتور محمد الكهاط في أول أعمالها الأجنبية، وهو فيلم قصير أيضا يطغى عليه الطابع السياحي من إنتاج ألماني فرنسي أخرجه جون ماسون سنة 1963 تحت عنوان شهر العسلين بالمغرب. وبعد هذين الفيلمين القصيرين توالت الأفلام واختلفت الأدوار، ومن مكوناتها الفيلمغرافية السينمائية للممثلة فاطمة الركراكي نذكر العناوين التالية للأفلام المغربية والأجنبية الطويلة التي شاركت فيها: شمس الربيع سنة 1969 للطيف الحلو، السراب 1979 لأحمد البوناني، غراميات سنة 1986 للطيف الحلو، كريستيان 1989 لغابرييل إكسيل، وهو فيلم درامي من إنتاج دنماركي إيطالي شارك فيه من الجانب المغربي عبد الله العمراني وفاطمة ونزار الركراكي وعبد القادر المطاع وآخرين، يريد سنة 1994 للحسن بن جلون، أنا الفنان لعبد الله الزروالي، المقاوم المجهول 1995 للعربي بناني، وداع الأمهات سنة 2007 لمحمد إسماعيل. ثاني ظهور سينمائي لفاطمة الركراكي وهو ظهور سينمائي لمحمد الكهاط الفيلم القصير شهر عسل بالمغرب سنة 1963 من إخراج جون ماسون، ومن أعمالها السينمائي الأخيرة إما 2017 وهو فيلم جميل وعميق للمبدع هشام الركراكي نال جوائز عدة شخصت فيه على امتداد 26 دقيقة دور امرأة عجوز كشفت لأبنائها الثلاثة قبيل وفاتها بساعات عن سر ثقيل احتفظت به عمرا طويلا. قبله لعبت دور البطولة إلى جانب الممثلين القديرين عائشة ماماه وأحمد عمور 1931-2021 في فيلم قصير آخر بعنوان نهار العيد سنة 2016 من إخراج رشيد الولي، تناول فيه وضعية الآباء المسنين وعلاقاتهم بأبنائهم.
إذن كان هذا هو غيض من فيض للفنانة الأيقونة المرحومة فاطمة الرجرازي، تولاها الله بواسع رحمته، وشكرا لكم على المتابعة.